معنا بتجربة اليوم الجيب كومباس. الجيب كومباس عم تقع بفئة سيارات الـ SUV المتوسطة، هاي الفئة اللي عم تكبر كل سنة بأسواقنا، مع سيارات أمريكية مثل الشيفرلي إيكوينوكس، الفورد إسكيب، من اليابان مع النيسان إكس تريل، التويوتا راب 4، الهوندا CRV والمازدا CX5، ومن ألمانيا عم تيجي التيغوان من فولكس فاجن، وطبعاً ما ننسى من كوريا الكيا سبورتج والهيونداي توسون. يلا خلينا نتعرف أكثر على الجيب كومباس ونشوف كيف بتميز حالها عن كل هالمنافسين. برأيي أول شيء عم بميز الجيب كومباس عن باقي هالمنافسين هو شكلها الخارجي، فأنا ممكن أطلق عليها بيبي جراند شيركي، لأنه شكلها الخارجي بشكل عام عم بيشبه الجراند شيركي كتير، وهذا شيء كويس لأنه عم بيعطيها شكل أقرب لسيارة دفع رباعي كبيرة منها من سيارة SUV متوسطة. ونسخة الجيب كومباس ليميتد اللي معنا اليوم عم تيجي مع إضاءة أمامية زينون مع إضاءة LED نهارية وكشافات ضباب، وعم تيجي مزودة بجنوط بقياس 19 إنش. وفي حركة حلوة كتير عم تحصل عليها نسخة الليمتد، وهي إنه السقف عم بيجي باللون الأسود، وهذا عم بيجي بشكل متناسق كتير مع اللون الأبيض اللي عم نحصل عليه بهاي النسخة. وعم بستمر معانا استخدام اللونين الأبيض والأسود داخل السيارة على التابلو وعلى مقاعد الجلد للسيارة. أيضاً المقاعد عم تحصل على خياطة باللون الأحمر، هاي الخياطة كمان عم نحصل عليها على مقود السيارة وعلى أبواب السيارة اللي كمان عم تحصل على الجلد، ومواد طرية على الأبواب، وهي المواد الطرية نفسها مستخدمينها بالأعلى هون على التابلو. ولكن بباقي السيارة في استخدام طبعاً للبلاستيك، وهذا شيء متوقع بهاي الفئة من السيارات. هذا اللون الأبيض للمقاعد عم يعطينا إحساس أكبر بالمساحة داخل السيارة، وبنسخة الليمتد اللي عم بيعطيك كمان إحساس أكبر للمساحة داخل السيارة حصولها على سقف بانورامي كامل. أما من الخلف المساحة وجدتها إنها جيدة جداً، ومثل ما أنتم شايفين المساحة قدامي وفوراسي جيدة جداً، ووجدت إنه المساحة كافية لجلوس 3 بلاغين بكل راحة. ومثل ما قلت لكم اللي عم بزيد هذا الإحساس بالمساحة بالخلف وجود السقف البانورامي الكامل. ولكن ملاحظتي الوحيدة على المقاعد الخلفية إنه ظهر المقاعد الخلفية شوي وضعه عمودي زيادة، وما في إمكانية إنك تطوي أو تميله شوي لورا. خلينا نبدأ نحكي عن التجهيزات اللي عم نحصل عليها بالجيب كومباس ليميتد. طبعا ببدأ بإمكانيتك فتح أبواب السيارة وتشغيلها بدون مفتاح، وأيضا إمكانية فتح باب الصندوق الخلفي الكهربائي من المفتاح نفسه، وأيضا عم نحصل على مقاعد مع تحكم كهربائي للمقاعد الأمامية بثمان وضعيات لمقعد السائق وأربع وضعيات لمقعد الراكب الأمامي. أيضا السيارة عم تحصل طبعا على نظام ترفيه هو U-Connect من جيب، عم بيجي مع شاشة لمس 8.4 إنش، طبعا مع نظام اتصال بلوتوث، مع نظام ملاحة نافيجيشن، وأيضا دعم لأبل كار بلاي وأندرويد أوتو. والجيب كومباس ليميتد أيضا عم تحصل على نظام تكييف كلايمت كنترول أوتوماتيكي بالثنائي المناطق، طبعا مع فتحات للتكييف بالخلف وإمكانية تبريد للكراسي الأمامية. وبين عدادات السرعة بنحصل على شاشة صغيرة للمعلومات، أيضا بنقدر نخصص هاي المعلومات ونغيرها عن طريق الأزرار الموجودة على المقود، وبالطرف الثاني من المقود بنقدر نتحكم بمحدد السرعة ونظام تثبيت السرعة التكيفي بهاي السيارة اللي هو فيه رادار أمامي. ولكن لتتحكم بالنظام الصوتي بالسيارة أعطونا أزرار مخفية خلف المقود، وجدت أنه مكانهم شوي غريب وصعب الوصول لإله وإنت عم بتقود السيارة. وبالجيب كومباس ليميتد عم نحصل على بعض الأنظمة المساعدة بالقيادة، مثل ما قلنا في نظام تثبيت سرعة تكيفي مع رادار بالأمام، وأيضا في نظام لتنبيهك بأي اصطدام محتمل بالأمام، وبتدخل أوتوماتيكيا بالفرملة عند الإحساس بأي اصطدام قريب من الأمام. وأيضا السيارة فيها نظام لتنبيهك بالخروج عن المسار، والسيارة أوتوماتيكيا أيضا فيها نظام لمساعدتك لإبقاء السيارة بالمسار، بتدخل أوتوماتيكيا لتعديل مسار السيارة وبقائها بالمسار دائما.
أما بالنسبة لقيادة الجيب كومبس فهي على الطرقات المعبدة بتعطيك قيادة مريحة وسهلة ونشطة مثل اللي بتتوقعه من أي سيارة بهاي الفئة. فمحركها الأربعة سلندر 2.4 لتر اللي عم بيولد 180 حصان و 237 نيوتن متر من العزم عم بيعطيك قوة كافية وتسارع كافي بهيك فئة من السيارات. والسيارة كمان عم تيجي مع جير بوكس اوتوماتيكي من 9 سرعات وهذا يعني توفير كبير بالوقود. وأيضا تعليق السيارة عم بيكون بهيك وضع على الطرقات المعبدة جيد جدا وعم بيقدر يمتص أي تعرجات أو مطبات على الطريق. ولكن كون الكومبس عم تحمل شعار جيب فهي عم تستفيد من خبرة الشركة بصناعة أفضل السيارات على الطرقات الوعرة. وهون فعلا عم نقدر نميز الجيب كومبس عن باقي السيارات بهاي الفئة. فالسيارة عم تيجي مزودة بنظام دفع رباعي 4x4 مع ديفلوك ونظام لتغيير وضعيات القيادة حسب التضاريس مع أربع خيارات مختلفة. فعلا الجيب كومبس عم تبرز هون بمثل هيك طرقات. مثل ما ذكرت لكم ببداية هذا الفيديو فئة الاسيوفي المتوسطة بأسواقنا فيها خيارات متنوعة ومتعددة كتير. الكومبس عم تتميز عن باقي هاي الخيارات بمقدرتها على الطرقات الغير معبدة، وفعلا استفادت الكومبس من الخبرة الطويلة لشركة جيب بهذا الخصوص. بالنسبة للأسعار بأسواقنا الإماراتية عم تبدأ الجيب كومبس بسعر 122 ألف درهم وعم توصل مع نسخة الليمتد اللي معانا اليوم ل 142 ألف درهم. الجيب كومبس هي سيارة بهاي الفئة لازم تفكر فيها وتجربها إذا كنت عم بتدور على سيارة بهذا الحجم، ولكن بنفس الوقت بتهمك مقدرتها على الطرقات الغير معبدة. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم وبشوفكم بالتجارب قادمة إن شاء الله.